صباح النصر يا اصحاب كاس مصر، صباح البطولات اللي حقيقي مش ملاحقين عليها. صباح جميل على كل اهلاوي في كل مكان في العالم، ومبروك علينا التتويج بكاس مصر للمره 37 في تاريخ النادي الاهلي. امبارح ما فيش اهلاوي ما كانش نايم، حقيقي مبسوط مش بس عشان بنقول الفوز بالامس، لكن عشان الواحد راسه مرفوعه، الكل شاعر بفخر، الكل سعيد، الشعور اللي دايما بنحسه مع النادي الاهلي. مبروك يا اهلاويه، وصباح النصر مره ثانيه، كلنا حقيقي مبسوطين، يا رب كده يزيد دايما من بطولاتنا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي. وعايز اقول لك ان جمله صباح النصر اللي عادة جابت نتيجه، عامله شغل زي الفل، شغل زي الفل. صباح الفل على كل حضراتكم، مليون مبروك لكل الاهلاويه. الحقيقه من امبارح للنهارده الملايين من الاهلاويه عشاق هذا الكيان المحترم ناموا مبسوطين وصحي ومبسوطين بعد طبعا التتويج بكاس مصر في مباراه دراماتيكيه شفناها كلنا وتابعناها امبارح. الحقيقه يعني كانت حاجه جميله جدا. الاهلي يعني لو بصينا للموضوع من زاويه معينه هنلاقي هو ان الاهلي ايه غير مجموعه بطولات فوق بعض. وعلى رأيي انها ود احنا تعبنا يا اخواننا بقى من البطولات كده كتير والله، وان شاء الله الثلاثيه يعني تكتمل برباعيه باذن الرحمن عن قريب ان شاء الله كلنا نسعد بيها. الاهلي عباره عن مجموعه كبيره جدا من البطولات، الاهلي عزيمه، الاهلي اراده، الاهلي ثبات انفعالي شفناه بشكل واضح وجلي في الفتره الاخيره من خلال مجموعه من المباريات في بطولات مختلفه شارك فيها النادي الاهلي وتوج اما بدرعها او بكاسها. 37 مليون مبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن كمان. صباح الفل عليكم واهلا بيكم، وبدايه حلقه جديده و10 الصبح كده رباعيه وخماسيه، وخلينا نحلم والحمد لله الاحلام بتاعتنا بتكون حقيقه. ماتش امبارح لو هنتكلم ماتش قوي، يعني طلاع الجيش من الفرق القويه جدا، نتكلم ان هو خرج الزمالك، خرج برده بيراميدز. الماتش كان قوي مع الاهلي بصراحه، لازم يتقال الكلام ده. الشوط الاول كان برده في سيطره من ناحيتهم، ولكن احنا بنقول ان البدايات ربما تكون من حق الجميع، ولكن النهايات بتكون دايما اهلاويه. فشعور جميل، و نتكلم بعد مباراه من 120 دقيقه ركلات هنا ترجيحيه كمان. توج بقى الاهلي بعدها ببطوله كاس مصر المره ال 37 في تاريخه على حساب الطلائع بضربات الجزاء الترجيحيه اللي كلنا كانت اعصابنا يعني على اخرها واحنا بنتفرج امبارح، ولكن الثقه خلتنا ان احنا الحمد لله المباراه تنتهي بالتعادل الايجابي بهدف، ده كان لكل فريق. وبعدين حسم بقى الاهلي بعد كده المباراه لصالحه بركلات الجزاء بنتيجه هنا 3-2. نسجل طبعا الاهلي زي ما تابعنا كل من علي معلول وعمرو السوليه وبدر بنون، ودي بدايه طبعا موفقه جدا. وهدف الوقت الاساسي كان طبعا زي ما تابعنا برضو لمحمود كهربا. هو من ناحيه بدر بنون والبدايه الموفقه، ده راجل لو بصينا كده الموضوع بتاعه تلاقيه جه اتمرن تمرينتين ولعب ماتش ساعتين وخد بطوله وروح نام. لا انت يعني مفيش احلى من كده. ايوه امال ايه. الحقيقه يعني الحقيقه ان الاهلي يعني نجح في اضافه انجاز جديد يضاف الى سلسله انجازاته طبعا بعد ما توج بالثلاثيه التاريخيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي، وده طبعا بعد ما فاز على طلائع الجيش وتوج بلقب كاس مصر اللي طبعا كان حصل قبل منها انه فاز الاهلي بلقب بطوله الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهايه الموسم اصلا، طبعا بعد ما انهى البطوله وفي جعبته 89 نقطه قبل ان يتوج بدوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بعد ما فاز عليه في المباراه النهائيه بنتيجه 2-1، واتم الثلاثيه امبارح بالليل بعد ما توج بكاس مصر على حساب طلائع الجيش. طب حد يسالنا هل دي المره الاولى، يعني لو ما يعرفش عن تاريخ الاهلي اللي بيتوج فيها بالثلاثيه، هنقول له لا، دي المره الثانيه في تاريخ النادي اللي بيتوج خلالها الفريق بالثلاثيه او بالثلاثيه التاريخيه، بعد ان سبق ده لي في او هذا الانجاز عام 2006 تحديدا لما فاز بلقب الدوري الممتاز، ده كان برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كمان كاس مصر على حساب الزمالك، وتساوى الأهلي بدا نقدر نقول مع فريقي برشلونة الأسباني وبايرن ميونخ الألماني اللي حققوا الثلاثية التاريخية دي مرتين في مسيرتهم أيضا، وحققها برشلونة في كان عام 2009 و2015، والبايرن لو نفتكر كان 2013 و2020. الحقيقه يعني عايزين طبعا نجدد التهاني مره ثانيه لكل لعيبه النادي الاهلي والاهالي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقه يعني بيسطر كالعاده في كتاب التاريخ بحروف من نور نجاحات وانجازات للنادي الاهلي من ايام ما كان لاعب وطبعا في الوضع الراهن واثناء رئاسته لمجلس اداره هذا النادي المحترم.